سيد عمر، يعني كيف يحاولون تحقيق ما لم يحققوه في الميدان؟ بأي طريقة؟ يعني هم لم يستطيعوا أن يزحزحوا المقاومة كيلومتر في جنوب لبنان. صحيح. وهم يريدون أن ينسحب حزب الله إلى شمال الليطاني. وهم يريدون كما يقولون أن يضعوا رقابة وضمانات أمريكية لرقابة الحدود السورية اللبنانية. هذا عمليا يفشلون في تحقيقه في ساحل المعركة، وبالتالي هم يحاولون أن يحصلوا عليه من خلال المفاوضات كما فعل كيسنجر عام 1974 مع الجيش المصري في عملية فصل القوات. ما يحاولونه اليوم هو يتكرر مرة أخرى بفصل الجبهات إحداها عن الأخرى، وعمليا تحقيق بالسياسة ما أخفقوا عن تحقيقه في المقاومة. لكن المقاومة كل يوم المقاومة في جباليا تقتل جنودا صهاينة يوميا، وبالتالي هذا كله يحاولون أن يقولوا أن حماس هزمت في غزة وأنهم يريدون استرجاع الأسرى الصهاينة في غزة، وهم لم يستطيعوا تحرير أسير واحد في مدى سنة وشهر، لم يستطيعوا أن يحققوا ذلك.